خليني أنا يعني أقوم بالتقديم. تفضل. طبعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها الضيفة الكريمة اليوم أستاذة حلا الملاح الإعلامية المرموقة من تركيا، وزميلي الأستاذ سابق دكتور سابق سليمان رئيس قسم اللغة العربية بكلية بمبار الأرابية بجامعة كاليكوت، وكل المشاركين الإخوة الزملاء والأخوات الزميلات. نحن نستمر في هذه الرحلة الماتعة يعني الاستفادة من عمالقة الإعلام ويعني قامات الصحفيين يعني من مختلف أنحاء العالم، من جانب فعاليات دورة الدبلوم في الإعلام العربي. نحن نرحب بكم جميعا إلى فعالية اليوم ونستفيد من سعادة الأستاذة حلا الملاح. هي سوف تشرفنا يعني تأثير أو بالتركيز والإفادة يعني في الإعلام التلفزيوني بالأخص، ويعني يكون هناك إن شاء الله جولات وصولات يعني نافعة ومفيدة بإذن الله سبحانه وتعالى. نحن نحيي ضيفتنا اليوم أستاذة حلا ملاح يعني إلى منصة أكاديمية التميز وكلية الناس من بارة التابعة لجامعة كاليكوت وكل الجهات المشاركة لهذه الدورة. أستاذة حلا يعني حقيقة هي يعني شخصية تدمج بين المعمل الميداني والأكاديمي، هي في آن واحد يعني إعلامية وأيضا هي أكاديمية يعني أو باحثة أكاديمية لها يعني خبرة عمل يعني في الشركات والمؤسسات الإعلامية وأيضا في الأقسام للإعلام في الجامعات العربية، وأيضا لها يعني مشاركات يعني من يعني محلية ودولية بما يخص من المؤتمرات والملتقيات التي تتعلق بالإعلام والصحافة. هذا شرف لنا كبير أن يرحب يعني أستاذ ملا إلى يعني هذه الأمسية الميمونة. هي حاليا تعمل كمديرة المكتب الإعلامي للجمعية العالمية للأكاديميين العرب، وأيضا هي صحفية ومعدة ومقدمة برامج يعني في عدد من يعني مواقع التواصل الاجتماعي ويعني المواقع الإنترنت وأيضا في القنوات التلفزيونية. هي باحثة دكتورة في علوم الإنسان في علوم الاتصال عفوا بجامعة مرمرة في تركيا اسطنبول حاليا، وأيضا هي تشتغل وتسهم يعني إسهاما كبيرا كمدرسة أو مؤثرة يعني في كلية الإعلام بجامعة دمشق سوريا. إنها يعني حاصلة على الماجستير في الإعلام والاتصال من جامعة دمشق، ولها يعني بحوث ويعني برامج تلفزيونية عديدة يعني تختص بالإعلام والصحافة العربية. لا أريد إضاعة الوقت، وبكل احترام وبكل علك وحب نحن نرحب ضيفنا الكريم أستاذ حلا إلى هذه المنصة. أصبحت هذه المنصة يعني غرفة يعني تقديم أو غرفة بث يعني للتلفزيون قناة أكاديمية التميز، ونحن نستضيف هذه المقدمة ومعدة البرامج، وإن شاء الله سوف نتجرب ونتمتع يعني بهذه التجربة، ويكون يعني كل الباحثين والمشاركين يستفيدون من محاضرتها. ولك الكلمة سعادة الأستاذ حلا. الله يعطيك ألف عافية يا رب دكتور صابر، يعني صراحة خجلتني بهي المقدمة الجميلة جدا، وإن شاء الله هيك يكون عند حسن الظن يا رب. أنا بس بخاف من نقطة واحدة فقط، أنه أنا ممكن تكون العربية تبعي سريعة شوي بعض الشيء، تحاول قدر المستطاع ما استعجل أو ما أكون سريعة.
حتى الجميع يعني يكون واضح عنده لا الكلام. داعي، لا داعي للخوف. يعني نحن الآن يعني نصعد ونتشرف باستماع اللهجة المستعجلة العربية التلفزيونية. نعم. الله يسلمك يا رب ويخليك دكتور صابر، شكرا لك، شكرا على المقدمة الجميلة، وشكرا للجميع الحضور الموجودين. ما شاء الله أكيد جميع بلا استثناء عندهم خبرات كبيرة، سواء كان حابين يطوروا حالهم بمجال الصحافة العربية، بالإعلام، بأي مجال آخر. شرف أنه أكون أنا موجودة معكم الآن. بصراحة تماما مثل ما قال الدكتور صابر، ما رح زيد أي شيء تعريف آخر يعني عن حالي. تماما أنا طالبة دكتوراه حاليا، وأكيد عم بشتغل بالعديد من الأبحاث بالوضع الراهن، عم بختص أكثر ما يكون يعني كون قريبة أكثر شيء من اللاجئين السوريين الموجودين بتركيا، كونه نحن يعني جزء من قضية اللجوء. وبنفس الوقت يعني عم نحاول نحن نكون يعني قدر المستطاع كإعلاميين منبر وصوت لهؤلاء اللاجئين، نقدر نمثلهم، نحاول نشوف شو عندهم قضايا، شو عندهم مشاكل، ننقلها للرأي العام، نوصلها للجوانب أو يعني المسؤولين هون الموجودين عن ملف اللجوء، سواء كان على المستوى المحلي، الإقليمي أو الدولي. فعلا دكتور صابر، نحن حابين نركز بهي الجلسة على موضوع جدا مهم، وأنا باعتقادي التقرير التلفزيوني الإخباري، يلي هو من بديهيات، أو خليني أقول من أساسيات القاعدة الإعلامية أو الأشكال الصحفية الموجودة بشكل عام بالفضاء أو البث الفضائي الموجود المنتشر، سواء كان مسموع، مرئي، مطبوع، أو حتى الكتروني. التقرير التلفزيوني نحن حنتخصص اليوم فقط بالجانب المرئي، وهو التلفزيون. يعني التلفزيون شو عم يعرض؟ عم يعرض أكيد عدة أشكال صحفية والعديد من الأنواع الإعلامية الموجودة، سواء أخبار، تحقيقات، برامج حوارية، تقارير، تحليلات، تعليقات، العديد أو العديد أكيد تم التطرق لقسم من هي الأنواع الإعلامية والصحفية في من خلال هذا دبلوم الصحافة العربية. لكن نحن مثل ما ذكرنا، هدفنا الأساسي في هي الجلسة هو الركز على التقرير التلفزيوني الإخباري حصرا، الموجود في النشرات الإخبارية حصرا. هذا التقرير التلفزيوني فعلا الإخباري، رح نبلش شوي شوي نعرض يعني شو بدنا نناقش نحن هون. صراحة رح نحكي بداية بالتقرير التلفزيوني في هاي الورشة، رح نشوف شو ما هي ماهية التقرير التلفزيوني الإخباري، ونتعرف سوية على مراحل إنجاز التقرير، كيف يمكن لنا كصحفيين أو كهواة مبتدئين يريدون التمكن من العمل الصحفي أن يقوموا بإنجاز تقرير تلفزيوني إخباري. أيضاً حنتعرف داخل هاي الورشة التدريبية على المكونات الأساسية لكل تقرير تلفزيوني إخباري. ما الذي يميزه عن التقرير ربما المطبوع الذي يكتب للوسائل المطبوعة؟ ما الذي يميزه عن التقرير المسموع؟ حنتعرف سوا ونعرف ما هي المكونات الأساسية لهذا التقرير التلفزيوني ولهذا النوع الصحفي. حنحاول قدر المستطاع نتعرف على مهارة ضبط زاوية تناول التقرير التلفزيوني الإخباري والتخطيط له. حنعرف ما المقصود بضبط زاوية تناول التقرير التلفزيوني لاحقاً داخل الورشة. وأيضاً أهم برأيي أهم مهارة رح نحاول بإذن الله نركز عليها هي مهارة الإعداد المهني الحقيقي للتقرير التلفزيوني. طبعاً نحن عم نحكي هذا الكلام من خلال خبرتي البسيطة أو ربما اللي جيدة نوعاً ما بهذا النوع يعني خليني أقول الصحفي، وهو التقارير. يعني أنا كان أغلب شغلي خلال عملي بالمجال الإعلامي التركيز بشكل أكبر على الأخبار وعلى التقارير. نحن كلياتنا بنعرف، أنا حابة قبل ما نخوض بهذه الورشة التدريبية وبهي الجلسة نعرف أنه ما بعرف، حابة أذكركم نحن في عنا الصحافة أو الأنواع الصحفية، الأشكال الصحفية نوعين. النوع الأول هو نوع إخباري بحت. هذا النوع الإخباري هو بيتضمن فيه الأخبار، التقارير، القصص الإنسانية، هدول بيندرجوا ضمن النوع الإخباري.
وفي عنا نوع تاني ضمن من الأنواع الصحفية والأشكال الصحفية، هو نوع الرأي. النوع الرأي، نوع مواد الرأي، هدول مواد الرأي هن حصرا بيتندرج ضمنهم الافتتاحيات الموجودة في المقالات، التعليقات، البرامج الحوارية، وأيضا التحقيقات. كل هدول المواد هن اللي بيندرجوا ضمن جانب أو قسم مواد الرأي من الأنواع الصحفية. نحن ما رح ندخل. نعم تفضل دكتور. نعم. صادق، هل يمكنكم مشاركة يعني شرايح؟ نعم تماما، مباشرة رح بلش المشاركة. بتصور هيك عم يفتح المشاركة، ما هيك دكتور؟ نعم نعم. إذا تماما نحن الهدف، لا 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 غير مشاركة. تمام يلا رح أرجع أعمل مشاركة مباشرة. نعم مباشرة. نعم تمام هلأ بإذن الله هيك زبط بعتقد. تمام. إذا نحن بهذا النوع أو بهي الورشة التدريبية مثل ما أنا شايفين تماما حاليا رح نركز مثل ما ذكرت بالمقدمة على ماهية التقرير التلفزيوني، مراحل إنجاز التقرير، وما هي المكونات الأساسية لكل تقرير تلفزيوني، وأيضا ما هي المهارة الأساسية، مهارات ضبط زاوية تناول التقرير مثل ما قلنا رح نحكي عنها بشكل مكثف، والمهارة إعداد أصلاً هذا التقرير التلفزيوني. أخيراً حنكتسب مهارة الكتابة للصورة، لأن مثل ما ذكرت الذي يميز التقرير التلفزيوني التقرير المرئي. نحن عنا صورة، صار في عنا مواد مرئية عم يتم عرضها خلال بث هذا الكلام أو نقل أو عرض هذا الكلام، ليس فقط مثل ما نحن عنا بالراديوهات أو الكلام المطبوع. لا يتم الاعتماد على المواد المرئية، الفيديوهات الرشز نحن بنسميها، لا يتم الاعتماد عليهم في الصحافة المطبوعة أو الإعلام ربما المسموع، لكن في الإعلام المرئي يتم التركيز بشكل كبير على الصورة. لذلك علينا أن نكون حذرين تماماً عند انتقاء الصور والفيديوهات المرئية المتناسبة مع التقرير. رح نبلش نعرف ما هو التقرير أصلاً. التقرير التلفزيوني هو النتيجة الطبيعية لتطور مسار الخبر. كلنا بنعرف وكلياتنا أكيد بنعرف إنه الخبر هو فتيل كل مادة أو شعلة أو شرارة كل مادة أو نوع صحفي جديد. يعني هو القاعدة الأساسية التي يتم من خلال الانتقال لكتابة الأنواع الأخرى من الأنواع الصحفية، وبعد الخبر يأتي مباشرة النوع الثاني وهو التقرير. إذن الخبر هو القاعدة الأساسية. كنتيجة طبيعية لتطور الخبر حيكون عنا مادة اسمها التقرير التلفزيوني أو التقرير بشكل عام. بالتقرير التلفزيوني الإخباري ليس فقط يعني من خلاله يعني فينا نسلط مباشرة، نستطيع أن نحكم على هذا الصحفي إن كان هو مجرد ناقل للخبر، مجرد فقط يسحب الأخبار من مصادرها وينقلها على الشاشات الفضائية. من خلال كتابة وإعداد التقرير التلفزيوني نستطيع أن نعرف أن هذا الصحفي هو قادر على تطوير تفاصيل الحدث ويعني مسار الحدث وفق زوايا مختلفة، ويجب أن يكون، يجب على الصحفي الذي يقوم بإعداد التقرير أن يكون لديه زاد معرفي وثقافة يعني نوعا ما يجب أن تكون واسعة حتى يمكنه الإلمام بكل ما يتعلق بالتقرير أو بتفاصيل التقرير. أيضا بإمكاننا نحن ننتقل لفكرة ثانية. التقرير التلفزيوني، إذا بدنا نقول شو ما هي أنواع التقرير التلفزيوني بشكل عام، نحن هون عم نبلش نشوف إنه في عنا أنواع طلع للتقرير التلفزيوني، يعني ليس فقط هي كلمة إنه عنا تقرير تلفزيوني يلا أي الصحفي روح قوم بإعداد التقرير التلفزيوني. يجب على الصحفي التلفزيون المختص بالإعلام المرئي أن يكون على اطلاع أن هناك نوعين من أنواع التقارير التلفزيونية. أول نوع هو التقرير الميداني. التقرير الميداني ما المقصود فيه؟ حنعرف ما المقصود بالتقرير الميداني الذي يعد للتلفزيون. وأيضا نوع آخر من أنواع التقارير التلفزيونية الإخبارية هو التقرير المنجز أو المعد داخل غرفة الأخبار، وهو النوع الأكثر شعبية والأكثر انتشارا. النوع الثاني المنجز داخل غرفة الأخبار داخل
النيوز روم مثل ما تسمى بالإنجليزي، هذه الغرفة يتم فيها إعداد ربما يعني عشرات التقارير باليوم، سواء كان على مختلف المجالات السياسية، الاقتصادية، الرياضية، الفنية، مئات ربما العشرات أو ربما مئات التقارير حسب كمية وحجم هذه المؤسسة الإعلامية التي تقوم بإصدار هكذا نوع من التقارير أو هكذا نوع من المواد الإعلامية بشكل عام. إذن التقارير الميداني، لنبلش نعرف ما هو التقرير الميداني. التقرير الميداني لديه مواصفات معينة، هو التقرير صراحة يلي بيقوم الصحفي بإعداده وإنجازه وكتابته وصياغته بناء على طلب من القناة، وذلك بإرساله وإيفاده خارجاً، خارج القناة، ربما لتغطية مؤتمر، ربما لتغطية معركة، ربما لتغطية مظاهرات، أياً كان نوع هذه التغطيات التي يتم يعني عمل إضاءة عليها من قبل القناة، هذا التقرير الذي يقوم بإعداده الصحفي هنا يسمى تقرير ميداني. وصراحة هو ليس الآن لن يتم التركيز عليه كثيراً، ولو أنه يتشابه بشكل كثير وبعيد إلى وقريب جداً يعني عفواً مع التقرير المنجز داخل غرفة الأخبار. هناك أسس واحدة يتجمع فيها التقرير الميداني والتقرير المنجز داخل غرفة الأخبار. ذكرنا نقطة مهمة وأنا رح أرجع عيدها، التقرير هو الذي يميز الصحفي، ما إن كان هذا الصحفي هو محترف أم صحفي مبتدئ. ما المقصود بالصحفي المحترف أصلاً؟ يعني عندما نقول أن هناك صحفي محترف وصحفي مبتدئ، الصحفي المحترف صراحة هو الذي يعني هو الشخص القادر على ألا يكتفي فقط بنسخ ولصق المعلومات وإظهارها وتصديرها للشاشات، وإنما يقوم بخلق وإبداع وابتكار ربما مقدمات مميزة فريدة، اختيار زوايا معينة هي التي تجعل هذا الصحفي مميز عن صحفيين آخرين. هي ميزة أو الفكرة التي تميز بين الصحفي المحترف والصحفي المبتدئ، وهو مثل ما ذكرنا يعني أساس التقرير التلفزيوني الإخباري الذي يجب أن يقوم ببنائه صحفي محترف. ننتقل لنوع آخر يعني بالتفصيل أكثر ربما من أيضاً هن نفسهم أنواع التقرير التلفزيوني. ذكرنا أنه عندنا تقرير ميداني وتقرير منجز داخل غرفة الأخبار. داخل غرفة الأخبار يسمى في بالمصطلح يعني حسب نحن ما بنقوله بشكل يومي بداخل مثلاً داخل أعمالنا بأي مؤسسة إعلامية، بيطلب منا المدير أنه نحن بدنا تقرير إن هاوس في تي، هيك يسمى يعني هيك، هذا هو المصطلح اللي يقال عن التقرير المنجز داخل أو المعد داخل غرفة الأخبار. مثل ما ذكرت سابقاً، تقرير ميداني يكلف فيه المراسل أو الموفد لتغطية منطقة معينة فيها حدث ما، يعني لابد من تسليط الضوء على هذا الحدث. طبعا اذا بدنا نفصل بقى التقرير اللي معد داخل غرفة الأخبار، صراحة في عدة أشكال لهذا التقرير، ربما يظهر بعدة أشكال. التقرير نفسه ربما يظهر بعدة أشكال، يجب أن نكون واعيين وحريصين على أي نوع من أنواع هذه أو أي شكل من أشكال هذه التقارير سيظهر التقرير المعد داخل غرفة الأخبار. علماء أو أساتذة الإعلام حددوا أن التقرير المنجز داخل غرفة الأخبار يقسم إلى أربعة أقسام أو أربعة أشكال إن صح التعبير. الشكل الأول التقرير الإخباري، وهو يعني إذا أنا بدي أشرح لكم بشكل بسيط ماذا يعني التقرير الإخباري، التقرير الإخباري هو الذي دائما يكون مرافق لنشرات الأخبار، ربما بعد تمهيدي يعني ربما بعد تمهيد للخبر المذيعة أو المقدمة البرامج تقول ولمعرفة التفاصيل أكثر عن هذا الموضوع سنتابع التقرير التالي. التقرير التالي سيكون فيه تفاصيل أكثر عن الحدث أو الخبر الذي حدث، لا يتسع الوقت لعرضها داخل الخبر الذي تم التمهيد له سابقا من قبل المقدمة. إذن التقرير الإخباري برأيي هو نوع بسيط يستطيع الصحفي المبتدئ أن يقوم بإنجازه، لأن فيه فقط يعني تقديم تفاصيل
جديدة يعني بزوايا معينة، لكن لا تحتاج إلى الابتكار بشكل كبير للغاية. أين يقع الابتكار؟ يقع الابتكار عندما نقوم بإعداد قصة إنسانية أو ما تسمى باللغة الإنجليزية وبكثير من الدراسات الإعلامية الفيتشر. الفيتشر هذا النوع من أنواع التقارير أو التقارير التلفزيونية تتمحور أحداث هذا التقرير حول شخص واحد وربما حول مجموعة من الأشخاص. ماذا يعني قصة إنسانية؟ الهدف من هذا التقرير يكون تسليط الضوء على قصة نجاح، ربما تحدي، ربما معاناة قد يواجهها أحد الأشخاص أو شخص معين أو أحد الأشخاص، يعني سيان الأمر سواء كان مجموعة أو فرد. مهم أن يتم تسليط الضوء على مثل ما ذكرنا معاناة، وخاصة يعني لا يعني تكاد لا تخلو نشرة أخبار في نشرات الأخبار العربية على الساحة العربية إلا ويكون هناك تقرير يقدم يسلط الضوء على معاناة اللاجئين ومخيمات اللاجئين، وخاصة مع اقتراب فصل الشتاء أو حتى مع اقتراب فصل الصيف والحرارة درجات الحرارة العالية أو حتى بسبب السيول والأمطار التي تغمر خيام اللاجئين السوريين أو اللاجئين الأفغان أو اللاجئين بكل أصقاع العالم، لكن بشكل أخص بالذكر هنا الأخبار العربية، ودائما بصدارة هذه الأخبار تكون أخبار السورية وأخبار ومعاناة اللاجئين السوريين. إذن قصص الفيتشر تكون واضحة بشكل كبير سواء كان قصص نجاح أو معاناة مثل ما ذكرنا، ربما تحدي، ربما ظروف صعبة، ظروف يعني متعبة للغاية، تكون هنا واضحة وسهلة إمكانية كتابة تقرير ضمن أو يندرج ضمن نطاق الفيتشر. النوع الثالث أو الشكل الثالث من التقارير يكون تقرير الملمح حسب ما تصنفه مركز الجزيرة للدراسات، مركز الجزيرة للدراسات والتعليم الإلكتروني يصنف هذا النوع ويقول أن التقرير الملمح هو تقرير عرض الشخصية أو ما يطلق عليه باللغة الإنجليزية ربما كلمتين البورتري أو البروفايل. البورتري أو البروفايل هو تقرير يعني يخص شخص ما أو يتحدث عن شخصية معينة تدور حولها الأحداث أو تدور حولها القصة الخبرية أو المادة التي أتحدث عنها. يعني ما المقصود بعرض الشخصية؟ على سبيل المثال عندما تحدث انتخابات في إحدى الدول، انتخابات وهناك مرشحين سواء كان رئاسية حزبية أيا كان برلمانية أي كان نوع من أنواع هذه الانتخابات، يكون هناك لدي العديد من المرشحين لشغل منصب معين من هذه المناصب. وظيفة الإعلام هو إخبار المشاهد من هؤلاء الذين يعني يتم ترشحهم لهذه المناصب. عندما أريد أنا كإعلامية أن أسلط الضوء وأخبر المشاهد أو المتلقي عن هؤلاء الناخبين أو المترشحين، يجب علي أن أستخدم التقرير التلفزيوني البورتري أو البروفايل، لأنه هذا النوع من التقارير بيساعدني أن أقدم بطاقة تعريفية حول هذا المرشح وربما مثل ما ذكرنا الناخبين، ويسهل على المشاهد أن يعرف من هو هذا الشخص، ربما مكان ولادته، وقت الولادة، الشهادات التي حصل عليها. أيضا في عنا تفاصيل كثيرة يمكن تسليط الضوء عليها في هاي البطاقة التعريفية، ربما إن كان متزوج، أعزب، لديه أولاد، عمله السياسي، عمله الحزبي، عمله، شهاداته التي حصل عليها، وكل هذه التفاصيل إن كانت تقدم كبطاقة تعريفية أو كمعلومات تعريفية، هنا في هذه الحالة أنا أستخدم النوع الرابع أو النوع الثالث من أشكال التقارير التلفزيونية الإخبارية وهو تقرير عرض الشخصية. أيضاً في عنا نوع أخير صراحة يعني يلخص أو قد يجمع بين نوعين من الأنواع
وهو البورتري أو القصة الإنسانية. صراحة لا يعني يكون جدا حذرين الأشخاص الذين يعني يستخدمون هذا النوع، لأنه قد يتشتت المشاهد في حال تم الجمع بين هذين النوعين. يعني المشاهد ممكن لا يعرف أن يتعاطف مع هذا القصة الإنسانية، ولا بنفس الوقت لا يحصل على المعلومات الكاملة التي يريد أن يعرفها عن هذا الشخص الذي يتم الحديث عنه. لكن بكل الأحوال هو نوع مستخدم، قد يقوم بعض الصحفيين باستخدامه، وليس يعني من الأمور ليس من الأمور يعني التي تعتبر خطوط حمراء، لا لا لا، هي مستخدمة، ولكن يجب أن حتما يتم استخدامها بحذر، وهو الجمع بين البورتري وبين السيرة الذاتية. ذكرنا سابقا ما معنى الصحفي المحترف، كما ذكرنا هو الشخص الذي لا يقوم فقط بنقل الأخبار، وإنما يبتكر ويقدم رؤية فريدة من نوعها ومميزة، سواء كانت باختيار الزاوية التي سيتم تسليط الضوء عليها وتركيز عليها أكثر، وأيضا في الكتابة الإبداعية والتحريرية. الصحفي يجب أن يكون محرر على مستوى ليس يعني مستوى مبتدئ، وإنما هو مسؤول، يعني مسؤول أيضا أن أمام المشاهد أو المتلقي قد عندما يتابع فقط تقرير واحد فيه الكثير من الأخطاء سيقوم بوضع إشارة X أو إلغاء لمتابعة هذه القناة بالمجمل. لذلك يجب على الصحفي أن يكون دقيق جدا عند التحرير وكتابة وصياغة وإعداد أي مادة إعلامية، وخاصة الأنواع المرئية، التقرير التلفزيوني على سبيل المثال. التقرير التلفزيوني ذكرنا هو يقدم شرح بسيط لبعض الأخبار والأحداث اليومية التي يصعب تناولها في الخبر البسيط. برأيي قد يسألني يعني أحد الموجودين المشاركين اليوم، هل التقرير التلفزيوني لديه وقت؟ يعني هل يمكن أن يختفي إمكانية كتابة تقرير تلفزيوني في حال كان هذا الخبر بسيط ولا يستحق أن نتم أن يعني نتمعن ونتحدث كثيرا عن تفاصيل وحيثيات هذا الخبر؟ نعم، قد تتبدد ولا يكون هناك أهمية لإعداد تقارير وبذل جهد بإعداد تقرير تلفزيوني معتبر وعلى مستوى من الجودة في حال كان الخبر بسيطاً ولا يحتاج إلى الغوص في أعماقه، وربما لم يحدث في هذا الخبر مستجدات وأحداث جديدة تفرض علي ضرورة متابعة ما وراء الخبر إن صح التعبير. في نقطة مهمة جداً صراحةً، الخبر بشكل عام عندما تأتينا أي مادة إعلامية، ذكرت في المقدمة إنه الخبر هو اللبنة الأساسية لأي نوع من الأنواع الصحفية، تمام؟ طيب الخبر يأتينا أولاً عاجل، كل القنوات وكل الشاشات الإخبارية الآن تضج بالعواجل والموجودة في أسفل الشاشة، هذا بحد ذاته خبر. ربما يتطور هذا الخبر ويحتاج إلى دمجه في النشرات الإخبارية بشكل مستمر، فيصبح خبر بسيط، خبر متداول بشكل دائم. هذا الخبر البسيط قد يتطور أيضاً مع حصول بعض المستجدات يعني والتطورات الجديدة إلى خبر مركب. الخبر البسيط قبل أن ننتقل إلى الخبر المركب يتكون من خمس أمور يجب أن يجيب عليها هذا الخبر، وأعتقد جازماً أنكم تداولتم هذا الأمر في المقدمة. لكن للضرورة وللتمهيد أكثر بموضوع التقرير التلفزيوني سأوضح تماماً هنا ما هي عناصر الخبر البسيط. عناصر الخبر البسيط هي الإجابة عن أسئلة خمسة فقط صراحةً، وهن ماذا ومن وأين ومتى وكيف. في حال أجاب الصحفي على هذه الأسئلة الخمسة يكون قد كتب خبر بسيط. في حال كان هناك روايات جديدة، مصدر جديد قد يساعدني في إضافة تطور مفصلي ربما حصل لهذا الحدث نفسه، هنا أنتقل إلى مرحلة ثانية من الخبر وهي الخبر المركب.
لأن قدمت معلومات إضافية وجديدة تفيد الخبر وتدعمه. لكن متى ينتقل الخبر إلى تقرير؟ ينتقل الخبر إلى تقرير في حال أردت تقديم تفاصيل أوفى وأعمق حول هذا الحدث الذي كنت أقوم بالإجابة عن الأسئلة الخمسة أو الأسئلة الستة التي يجب أن يتم طرحها في التقرير في الخبر. إذن الخبر يتطور إلى تقرير عندما أريد أن أقدم تفاصيل معمقة أكثر عن هذا الحدث الذي أريد أن أتحدث عنه أو أن أضيف إليه معلومات. قد يسألني أحد المشاركين الآن، نحن في خضم كتابة تقرير تلفزيوني، والتقرير التلفزيوني مرئي، هو تقرير مرئي، يعتمد على ماذا؟ يعتمد على الزمن، ولا يعتمد على الكلام المكتوب كما في الصحافة المطبوعة أو لربما في الصحافة المسموعة. هنا بالإعلام المرئي يتم قياس التقرير بناء على المدة الزمنية، وأفضل التقارير يعني تحددها علماء الإعلام وأساتذة الإعلام، يحددون أن المدة المثلى والأنسب لإعداد تقرير تلفزيوني حسب المعايير المهنية المتعارف عليها يجب ألا تزيد على دقيقتين ونصف. دقيقتين ونصف إذن هو كحد أقصى لكتابة التقرير. طيب إن زادت المدة عن دقيقتين ونصف، ربما يعني حسب الباحثين يعني يصاب المشاهد، يعني أكيد يعني مؤكدا سيصاب بالملل والتشتت والضياع، وربما لا يعني لن يرغب بمتابعة بقية التقرير ومعرفة خاتمة التقرير ونهاية التقرير. لذا وجدوا أن المدة الأنسب هي دقيقتان ونصف، أكثر من ذلك لا يجوز، وإن كان أقل من ذلك يمكن يعني، لكن أقل كمان في بعض المدارس الصحفية تقول أنه لا يجب أن يقل أيضا عن دقيقتين، يعني دقيقتين، بين دقيقتين إلى دقيقتين ونصف هو الحد والمعيار المهني الممتاز والمثالي. في النهاية، في نهاية تقريبا التركيز على مجريات انتقالنا من خبر إلى تقرير، تؤكد الدراسات وأصلا أساتذة الإعلام بيأكدوا أنه نحن بالتقرير أثناء إعدادنا للتقرير بإمكاننا أن نركز على سؤال جدا مهم، وهو كيف حدث وحصل هذا الحدث. إذن عندما نحن كصحفيين نتعمق بكيف حصل هذا الحدث، هي بالمجمل نقطة قوة لدينا نحن كصحفيين بإمكانية صياغة تقرير تلفزيوني أيضا مثالي. بيقولوا بعض الدراسات أنه كيف يمكن لنا أن نقيس أن دقيقتان أو دقيقتين وثلاثين ثانية هي الوقت الأمثل؟ يقاس في النمط أثناء نحن بنسجل المادة، نحن كتبنا مادة تمام، قمنا بإعداد المادة، لكن يجب أن نسجلها سواء كان بصوت المعد نفسه أو بأصوات معلقين صحفيين خارجيين يتم الاستعانة فيهم من داخل القناة أو من خارجها حسب الضرورات. بيقولوا أنه كل كلمتين بتعمل ثانية. إذن لو في عنا أحد الشاطرين هون بالعمليات الحسابية كانوا ممكن يطلعوا لنا كل كلمتين بتعمل ثانية، كل دقيقتين و30 ثانية قديش بتعمل كلمات. على ما أعتقد يعني تقريبا بتعمل يمكن 2500 كلمة كحد أقصى بعتقد، لكن نحن بعتقد كحد أقصى، لكن نحتاج إلى عمليات حسابية، وأنا لست شاطرة يعني أبدا بالعمليات الحسابية، فأحتاج إلى وقت لمعرفة كم تعمل الثانية على الدقيقة وما إلى ذلك من كلمات. لكن بالمجمل إن كان لدينا إمكانية لقياس التقرير كم يجب أن تكون مدته، مثل ما ذكرنا إذا من ناحية الزمن من دقيقتين إلى دقيقتين ونصف. بتصور صارت واضحة تماماً من ناحية الأرضية الأساسية لكتابة التقرير، وأيضاً من ناحية المدة الزمنية التي يحتاجها التقرير في الكتابة. طيب قد يسألني سائل، ما الذي يفيد يعني نحن كصحفيين، ما الذي يفيد
ما وظيفة هذا التقرير الذي يعرض بشكل يومي على الشاشات؟ ما هي الوظيفة التي يؤديها؟ حقيقة التقرير بالنسبة لي هو من أمتع الأنواع التي يمكن أن تكتبها وتكتبها وتعدها وتنتجها، لأنه التقرير ليس فقط تحرير بشكل تحريري نص، وإنما مرفق به مؤثرات صوتية، ربما فيديوهات مرئية تحتاج إلى نقل الصوت الموجود في هذا الفيديو. عملية المونتاج بحد ذاتها هي عملية جدا ممتعة أثناء إعدادنا للتقرير وإنجازنا لهذا التقرير. هي سلسلة إذن ليست فقط تتوقف عند كتابة محتوى التقرير الذي يتم قراءته، وإنما أنتلكم مثل ما قلنا في عنا شغلة المونتاج، في أيضا عمل الصور، في عنا ضبط المدة، التأكد من سلامة النطق، من سلامة الأحرف، من كل هذه التفاصيل. إذن هي عمل متكامل. لكن ما هي الوظيفة من الناحية البنيوية لهذا التقرير أو لهذا الشكل الصحفي؟ هو حقيقة يقدم معلومات وبيانات جديدة عن خبر وحدث لا يستطيع الصحفي، نرجع نعيدها للمرة يمكن الرابعة، لا يستطيع الصحفي أن يقدمه في الخبر الذي يتم عرضه على الشاشات. ثانيا، إبراز زوايا أو جوانب جديدة. فعلا كلمة زوايا أو جوانب إن كان الصحفي قادر على ضبطها فهو يعني قدر يضبط 90% من كتابته للتقرير. ما المقصود بالزوايا؟ حندخل إلها مباشرة بعد قليل. طيب، إذن رقم 2 إبراز الزوايا والجوانب جديدة. رقم 3 لا يكتفي مهمة الإخبار، إذن لا يتوقف التقرير فقط على أنه يخبرنا بالحدث، وإنما يفسر الأسباب ويشرح كيفية وقوعها وربما يدرس أسبابها وتفاصيلها وما إلى ذلك. النقطة الرابعة يجب الانتباه هون بشكل حقيقي إلى هذه النقطة، لأن التفسير لا يعني أن يقوم الصحفي بإقحام وتقديم رأيه بهذه المادة، لأنه ذكرنا بالمقدمة نحن عندنا أنواع متخصصة بمواد الرأي هي بعيدة كل البعد عن التقارير، تندرج ربما ضمن تعليقات، تحقيقات، ربما ضمن برامج حوارية، برامج الرأي، كل هذه الأنماط أو حتى الافتتاحية، كل هذه الأنماط هي تندرج ضمن مواد الرأي. إذن التقرير ليس للصحفي هنا دور بأن يتحدث أو يعبر عن رأيه في هذا الخبر. أخيراً، وصف الأحداث بدقة وتوثيق تطوراتها ونتائجها بموضوعية وحياد. دائماً نركز على أن المواد الإخبارية والمواد الإعلامية بشكل عام والأنواع الصحفية كلها يجب أن تكون قائمة على 3 أمور، هي الدقة، الموضوعية، والحياد. هدول 3 أسس يجب على الصحفي أن يكون متمكن منهم قدر المستطاع. قد يسألني سائل لا يوجد حياد في الإعلام. غير المقصود في الإعلام أنه أن يكون لا يتبنى وجهة نظر. كل وسائل الإعلام لديها إيديولوجيات وسياسات تحريرية تقولب هذا الكيان الصحفي ضمن نطاق معين. إذن الحياد موجود في أنه لا يتبنى أيديولوجية ربما محاربة لتقوم على إقصاء أطراف معينين أو إقصاء معلومات معينة، تشويه الحقائق. هون يكمن الكارثة الحقيقة اللي بتقع فيها بعض الوسائل الإعلامية. أيضاً من هذا الشكل الصحفي واللي هو التقرير يؤدي وظيفة تقديم خلفيات تاريخية ووثائقية عن الحدث وربط آخر التطورات بما سبق من أحداث. يعني كثير من التقارير بتصور، كلياتنا سمعنا تقارير أو منشوف تقارير بشكل يومي على شاشات التلفزيون، وكيف في نهاية التقرير يقال عبارة يذكر أنه هذا المؤتمر يقام مرة كل عام في أحد الدول أو في الدولة الفلانية، ويعني يتم إرجاعنا وتذكيرنا بما يتعلق بشيء يشبه هذا الحدث أو الحدث بحد ذاته حصل بالسنوات الماضية. أيضاً الخلفيات مثل ما ذكرنا لا تقتصر فقط على ربط التطورات بأحداث سابقة لها علاقة بالموضوع، بل تشمل أيضاً بتبسيط المفاهيم الصعبة. أكيد هذا الشيء هدفنا نحن كصحفيين أنه نبسط قدر المستطاع
المواد اللي يعني الأخبار التي نقدمها، المعلومات التي نقدمها، وليس يعني نقول ليس من الشطارة أن يقوم الصحفي بإقحام التقرير بالمصطلحات الصعبة. هون هي كمان نقطة رح نرجع لها بآخر الجلسة، وهي عبارة عن نصائح ذهبية يمكن لكل المشاركين أن يأخذوها بعين الاعتبار عندما يقومون بكتابة التقرير. ذكرت سابقا الثلاث نقاط التي يجب على صحفي أن لا يتخلى عنها، هي الدقة والحيادة الموضوعية. تنطبق كل هذه المعايير بشكل أو بآخر أكيد على التقرير. هلأ قد يسألني أحد من المشاركين أنه طيب نحن بشكل تفصيلي أستاذي خبرينا شو لازم نحن نجاوب بالتقرير أثناء ما نحن عم نقوم بإعداد هذا التقرير، شو الشغلات اللي لازم ندرسها أو نجاوب عليها أثناء صياغتنا وإعدادنا لهذا التقرير؟ بقولكم بصراحة عندكم 4-5 أسئلة لازم تكون متوفرة بشكل أساسي في هذا التقرير. أولاً، ماذا حدث؟ يجب عليك أن تخبرني بتقريرك، أنا أعرف من خلال هذا التقرير ماذا حدث، شو اللي صار؟ لازم يعني أكيد يعني مستحيل أنا والله بلش تقرير وأحكي عن إحصائيات ودراسات وكل شيء بس أنا أصلاً ما بعرف إنه هذا أنت عم تحكي عن مؤتمر ربما أو معرض من المعارض الدولية الذي يقام، وبدون ما تخبرني إنه هذا بلش هذا التقرير أو بلش هذا المؤتمر أو حيبلش بالأيام القادمة. إذن لازم أعرف إنه ماذا حدث، هي رقم واحد بالتقرير. أيضا كيف وقع هذا الحدث؟ قلت لكم بالتقرير جوهر العمل يعني كتابتنا للتقرير إنه التركيز على كيف لماذا، هدول الإجابتين كثير مهمين إنه يكونوا بتفاصيل كتابتنا للتقرير. كيف وقع الحدث ولماذا أقدم الفاعل الرئيسي على ذلك، كمان هدول مثل ما ذكرنا النقاط الأساسية. إذا في عندي خلفيات كثير بيكون قوي، جانب قوي، أنا بكون عم دعم تقريري بشكل كثير احترافي، هذا بيرجيني إنه في مهنية عند الصحفي أثناء كتابته للخلفيات. لحتى نتمكن من فك رموز هاي الاستفسارات كلها أو هدول التفاصيل، تأكد أنه أنت كصحفي قادر على أنك تكون ملم بجوانب الموضوع. ماذا يعني أن تكون ملم بجوانب الموضوع؟ يعني أن تثقف نفسك، يعني تقرأ أكثر عن هذا الموضوع. على سبيل المثال كما ذكرت مؤتمر معين للسيارات يقام بشكل سنوي في أحد الدول، العيب علي أنا كصحفي أنه أنا ما أطلع على المؤتمرات السابقة التي حصلت في دول مختلفة ليست فقط في نفس هذه المنطقة، أو ربما مؤتمرات مشابهة لهذا المؤتمر مهتم بالتكنولوجيا، مهتم بالتقنيات، بالسيارات، بأحدث الموديلات وما إلى ذلك. إذن يجب أن أطلع وأقرأ بشكل مكثف عن هذا الحدث، أطلع على خلفيات هذا الحدث بشكل كبير. ومثل ما قلت لكم هاي النقطة بحد ذاتها هي قادرة على أن تكشف لي هذا الصحفي متمكن أو لا، وأيضا وبالتالي بشكل أو بآخر حتجعل المشاهد ينجذب لمتابعة بقية التقرير. بشكل عجالة بعتقد حنشوف شو هي أول مراحل كتابة التقرير. كتابة التقرير بمر بعدة مراحل قبل ما يتم نشره وبثه واعتماده من قبل الوسيلة الإعلامية. أول هاي المراحل ومثل ما ذكرت هي ضبط زاوية المعالجة الإخبارية والبصرية. طيب شو يعني زاوية؟ صرنا من أول ما بلشت المحاضرة وعم نحكي زاوية زاوية، لازم يكون في عنا زاوية، لازم يكون في عنا زاوية، لازم يكون في عنا زوايا واضحة. ما المقصود بزاوية؟ زاوية المعالجة هي إجابة عن التساؤلات التالية: ما المشكلة الرئيسية التي أريد أن أقدمها في هذا التقرير؟ وماذا أنا كصحفي، كصحفية أنا إذا صحفية سين تختلف عن الصحفية عين بالأمور التي تريد أن تقدمها للمشاهد، لكن ربما تشترك بالسياسة التحريرية للوسيلة، يعني أنه في ضوابط معينة هي واحدة، لكن طريقة بدئي بالتقرير وصياغتي للتقرير حتما ستختلف عن زميلتي اللي قاعدة معي وزميلي اللي ممكن يكون حابب يكتب نفس التقرير. إذن ما المشكلة التي أريد أن أقدمها وماذا أريد أن أقول للمشاهد؟ هدول أهم نقطتين بتقدر يعني أستطيع تماما أضبط زاوية معالجة التقرير. أيضا من يعني من أهمية ضبطنا للزاوية هي
تناول أخبار ومعلومات حديثة. إن تم كتابة تقرير بناء على معلومات قديمة المشاهد سمعها في نشرات الأخبار في الأخبار الموجودة بالنشرة، فهذا لا يعد تقرير، لأنه كأنك يا زيد ما غزيت. هذا المثل اللي مشهور جدا، أنه ما قدمت شيء إضافي أنت، يعني ما أعطيتني شيء جديد، ليش 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 نعمل تقرير؟ ليس من الضرورة كتابة تقرير إن لم يكن هناك معلومات حديثة وأخبار ومستجدات ساعدت أو أدت إلى تطوير الموضوع أو الحدث اللي نحن عم نحكي عنه. على سبيل المثال، من أحد الأمثلة عن الزوايا التقرير، المساعي الدولية لإنهاء الأزمة السياسية في ليبيا. هذا هو العنوان العريض المطلوب مني من قبل رئيس التحرير، واللي خبرني أنه أنا بدي، أنت مطلوب منك يا هلا كتابة تقرير عن المساعي الدولية الموجودة حالياً لإنهاء الأزمة السياسية بليبيا، هذا البلد العربي يلي أنهكته الحرب مثل ما أنهكت سوريا أيضاً الحرب وغيرها من الدول. لا يمكن هنا في هذا الحديث ذكر توتر الوضع الأمني في البلاد، لا يسعني في هذا التقرير تناول هذا الجانب أبداً، ليست هي زاويتي. الزاوية هنا ماذا يجب أن تكون؟ الزاوية في هذا التقرير يجب أن تكون التركيز على الانقسام السياسي الحاصل في البلد، ما هي المحاولات من قبل الدول، مجلس الأمن، الأمم المتحدة ربما لرأب هذا الصدع ومحاولة الصلح بين الأطراف أو المنقسمة في ليبيا. إذن هذا هو، هيك أنا عرفت شو يعني الزاوية، بتصور صارت واضحة الزاوية كيف يعني، بتخليني أعرف مسار التقرير تبعي بالضبط وين هو، وبتساعد على أنه ما يتشتت انتباه المشاهد، وبالتالي أيضاً بتزيد من قيمة التقرير وأيضاً من وراء قيمة القناة اللي عم تنشر هذا التقرير. إذاً مثل ما ذكرنا، إذا كانت المساعي الدولية ممكن أحكي زاوية التقرير، الانقسام السياسي يعني ما أدى إليه الانقسام السياسي إلى تردي الأوضاع الأمنية، هنا في هذه الحالة فقط يمكن أن أتناول الوضع الأمني أصلاً في البلاد، ما هو حاله في ليبيا بعد تفحص دقيق للصور. هلا هون في نقطة أنا لازم ما أغفلها ولازم أخبركم عنها يا شباب، أي حدا بيشتغل بالإعلام أو حابب يشتغل بالإعلام، انتبهوا بشكل كبير جدا إلى الصور المرافقة والفيديوهات التي يتم إرفاقها في التقرير المرئي. الكثير من الصحفيين يقعون في أخطاء عدم ضبط المادة المرئية التي يجب أن تكون ويتم نشرها أثناء التقرير. ربما تكون جودة الصورة ضعيفة للغاية وغير متناسبة مع دقة الشاشة الفضائية، ربما تكون الصورة فيها بعض الأمور التي يجب غير صالحة للنشر، ربما مثلا في بعض الوسائل الإعلامية تقوم بإغلاق مظاهر الدم، يعني تشويش الدم إن كان موجود دماء في الصورة، في إذا كنا في حالة حرب، وربما تقوم في بعض الأحيان في بعض وسائل الإعلام، في وسائل الإعلام التركية يعني تحرص بشكل حقيقي على تشفير أو ما يعني إغلاق أو تشويش الصورة إن كان هناك علامة دعائية. يعني مثلا سيارة مرسيدس كلنا نعرف هذا النوع من أنواع السيارات، إن كان موجود في أحد الصور المرافقة للتقرير يجب على الصحفي أن يقوم بإغلاق الماركة، هذه الإشارة، إشارة هذه السيارة. هنا بيعتبروها أنه هذا نحن هيك عم نساعد بأنه الترويج لهي السيارة أو لهي الماركة من السيارات. وقيس على هذا كل الأمور، كل الماركات، ليس فقط ماركات السيارات، ماركات اللباس، ماركات الشراب، ماركات الألعاب، كل ما هنالك. إذن هناك ضوابط، هذا يعود للوسيلة الإعلامية، هي الضوابط أثناء اختيار الصورة يجب أن تكون دقيقة للغاية، ويعني حريص جدا الصحفي أثناء انتقائها. إذن بعد ما نتفحص نحن الصور والفيديوهات اللي حنعتمدها بالتقرير، لازم نتأكد من وجود مواد لكل فقرة في التقرير. يعني مثلا
كثير من الأحيان كمان بعض الصحفيين بيعتمدوا على فيديو واحد أرشيف من أحد الوكالات تم يعني الاستعانة فيه، وهذا الفيديو ربما يتم إعادته أثناء التقرير مرة ومرتين وثلاثة ربما، لأن التقرير لسه مستمر والصوت لسه ما انتهى، وهذا عيب صراحة، هذا لا يجوز أصلا في المادة المرئية. يجب أن يتم عمل مداخلة بين الصور، إن كان ولا بد هناك تكرار أن يكون في هناك فواصل بينهم، استعانة بصور أخرى ثابتة كانت أو متحركة. إذن يجب الانتباه بشكل حقيقي لهي النقطة، لأنه هي جسد، يعني تخيلوا أساتذة الإعلام صاروا يقولوا أن الاعتماد على الصور المرافقة للتقرير هن تشبه جسد التقرير، لأنه بدون الصور لا يوجد تقرير، هو يعود للتقرير المسموع أو المطبوع، لأن الصور هي أو المواد المرئية هي أساس التقرير التلفزيوني. إذن من النقاط التي يجب أن أركز عليها في كتابة التقرير التلفزيوني أن تكون الصورة هي محور النص ليس العكس. يعني في بعض الأحيان يقومون الأشخاص بكتابة النص ومن ثم الاستعانة بصور، وهذا في بعض الأحيان يمكن أن يحصل، يعني يمكن كثير أن أكتب تقرير عن دمشق وعن سوريا، يعني عن مدينة دمشق عاصمة سوريا وهذه الدولة اللي تعاني من الحروب، أن أكتب تقرير عن هاي المادة ربما أستعين بعدة مصادر، لكن ليس من الضروري أن أبحث في الآن في الأرشيف أو أستعين بصور جديدة عن دمشق، ربما أستعين بأرشيف. إذن هذا يمكن القيام به، يعني أن يكون النص أولا ومن ثم الصور. بعض الأحيان بيقولوا أساتذة الإعلام بالعكس، لازم يكون عندي أنا الصور موجودة وبعدين بعد ما الصحفي يشوف الصور يقوم بإعداد وكتابة المحاور التي تناسب هذه الصور. إذن هذا أيضا يصح. في آخر فكرة بهي الموضوع الأمور التركيز، النقاط التي يجب التركيز عليها، أن نكتب تعليق لكل مشهد يلخص ما يحتويه، أن تكون اللقطات غير متداخلة من حيث المضمون فيما يتعلق بالصورة، أيضا نقطة جدا مهمة. يقال أن أصعب خطوة في كتابة نص التقرير هي جملة البداية، وهي أول علاقة للمتلقي بالتقرير، وأنا أيضاً أؤيد هذه الفكرة وهي من منبع تجربتي صراحةً. فعلاً هي أصعب خطوة في كتابة التقرير هي كتابة الافتتاحية لهذا التقرير، الجملة التي ستحكم علي كمادة كشخص كتب التقرير بأنه المتلقي سيتابع التقرير للنهاية أم لا، سينجذب إليه أم لا. إذن جملة البداية يجب أن تكون مدروسة بشكل جدا متقن، ويجب أن يتم حسن اختيارها لأنها لها وقع مؤثر جدا على المشاهد، إما أن تقنعه بمواصلة المشاهدة أو لا. أيضا يدعو البعض إلى التركيز على الجوانب الإنسانية في الجملة الافتتاحية، يعني أبدأ ربما باستشهد بآية قرآنية، بشعر، بكلام، ربما أقوال، حكم، تتعدد صراحة أنواع المقدمات في التقرير، لكن يقال أن الأكثر جذباً هي التي تبدأ بجانب إنساني بالتركيز على الجوانب الإنسانية، وهي تكون من أكثر وأنجح المقدمات تأثيراً على المتلقي. عموماً أياً كان الأسلوب الذي ستعتمده المقدمة، يجب أن تكون هاي الجملة أو تبرز جملة أهمية الموضوع المتناول. يعني أيضا ليس من الجدير أن نقوم بوضع مقدمة إنسانية لكنها منفصلة كل الانفصال عن مضمون التقرير أو المحتوى الذي أرغب بتقديمه في هذا التقرير. يجب أيضا إذا هي الجملة لماذا وقع الاختيار على هذا الموضوع دون غيره، يجب أن تكون واضحة هذه الإجابة في هذه الجملة الافتتاحية. أيضا يقال أنه يجب في عنا جمل أساسية صراحة هي موجودة لازم تكون دون بداية التقرير. ما هي هذه الجمل الأساسية؟ هي التي تحدث عنصر المفاجأة في النص، يعني داخل النص يجب أن يكون عندي جمل أيضا جذابة، يعني تمكنني من استمرارية جذب المتلقي لحتى يتابع التقرير للنهاية. يطلق على هاي الجمل من أساتذة الإعلام بيقولوا لنا إنه هاي الجمل اسمها المشهد الرئيسي.
هي المشهد الرئيسي انطلاقا منها بتساعد المتلقي انه يعرف بالضبط تفاصيل اكثر عن الاحداث وشو مسار الاحداث وين وصل، وايضا بتساعدنا مثل ما ذكرنا انه تشد انتباه المتلقي. اخيرا لحتى نضمن نجاح هي الخطوه على الصحفي انه يختار انسب العبارات لحتى يحسس المتلقي بوقوع تغيير مثل ما ذكرنا بمسار التطورات. انا بدي اذكركم انه في نقطه مهمه، ليس فقط اجدي يعني يجدر بنا ان نهتم بالافتتاحيه وبالجمل الرئيسيه الموجوده في النص، وايضا يجب علينا ان نركز على الخاتمه. الخاتمه بتعكس اذا كان في امكانيه على المشاهد او المتلقي انه ضلت بباله او بقيت في البال هذه المعلومات التي قدمها ام لا. اخيرا من النقاط المهمه الواجب الاشاره اليها في كتابه التقرير أن يجب أن تسير في اتجاه زمني واحد. ما المقصود الاتجاه الزمني؟ يعني أن ما يعني مرة ماضي، مرة حاضر، مرة مستقبل، يجب أن نكون في سياق زمني واحد حتى وإن عدنا بخلفيات التاريخية للحدث، ولكن أن يكون ضمن سياق لا ضمن سياق التطورات أصلاً الحاصلة في هذا الحدث وتدعم الحدث الذي أريد إخباره. أيضاً الشأن نفسه بالنسبة للسياق المكاني، التقرير إذا كان من مقر مثلاً البرلمان وبعدين انتقلت إلى موقع آخر، لا يمكن أبداً هون العودة إلى نفس المكان إلا في حالات استثنائية للغاية ويجب أن تكون مبررة. يعني يجب على الصحفي أن يحافظ التقرير التلفزيوني الإخباري على تسلسل منطقي للأحداث وبناء درامي واضح للقصة بيسمح للمشاهد بأنه يفهم سيناريو التقرير. آخر النصائح أنا هي اللي بتمناكم تسجلوها وتكتبوها إذا حدا من الأشخاص مهتم ب يعني كتابة تقرير تلفزيوني لحتى نتجنب بالسقوط بالمحظورات. أولاً، المشاهد يرى ما يعرض أمامه على الشاشة وليس في حاجة إلى أن نصف له ما يراه، فلا تصف الصورة بل علق عليها. رجاءً خلوها هاي بذهنكم، ليس المطلوب منكم كصحفيين أن تصفوا الصورة المعروضة على الشاشة، وإنما تقوموا بالتعليق على هذه الصورة المعروضة أمامكم. 1-2، ضرورة اعتماد جمل قصيرة وبسيطة، لأنه اعتماد على البساطة بيساعد على تقديم معلومات بجمل واضحة وبتسهل عملية استقبالها لدى المشاهد الذي قد لا يمتلك أيضاً حقيقة الفرصة لمشاهدة التقرير مرة ثانية. تجنب المصطلحات الصعبة وغير المألوفة، هي أنت لكم إياها من البداية، حاولوا تكون دائماً الجمل بسيطة وسهلة وسلسة. تجنب استخدام إشارات زمنية، أنه اليوم وغداً، ليش؟ لأنه التقرير قد يستمر بثه في اليوم التالي، ولو نعوض عن ذلك بذكر يوم الأحد، يوم الاثنين، يوم الثلاثاء وما إلى ذلك. تجنب كتابة الأرقام المتغيرة، وخصوصاً بالنسبة لأعداد القتلى والجرحى، لأن العدد قد يرتفع بعد تسجيل التقرير، وأترك هاي الأرقام التي سيقرأها القارئ للمقدمة عند مذيع النشرة. بعد الانتهاء من صياغة النص، ضع نفسك مكان المتلقي وقرأ النص بصوت عالي، فإذا شعرت أن هناك أشياء ما زالت غامضة يجب أن تتأكد أن المشاهد سيواجه مشكلة نفسها. شكراً بالنهاية لسماعكم، ما بعرف إذا في عندي وقت، لا بس أعطيكم معلومات لها علاقة بتسجيل الصوت من ناحية الصوت والتعليق. في عندي وقت دكتور صابر ولا لا؟ حقيقة يعني نحن كلنا مشتاقين جداً للمزيد من التفاصيل، لكن يعني أواية البط يعني مواكلات البط يعني نعم أنا صراحة يعني وصلت للنهاية حقيقة، وإن شاء الله يا رب يعني يكون قدرت أقدم شيء مفيد ويعني يكون فاد المشاركين الموجودين معنا. شكرا جزيلا الأستاذ على هذا اللقاء الجميل، ما أروع التقديم يعني من سعادتك، ونحن تمتعنا بهذه الأمسية بهذه الاستفادة يعني من طرفكم، ونتمنى لكم مزيدا من النجاحات والإنجازات يعني في المسار الإعلامي والمسار الأكاديمي بإذن الله تعالى، وإن شاء الله سوف نشارك هذه الشرائح كلها مع يعني الطلبة،
والآن نحن نفتح المجال لمدة 5 دقائق أو 10 دقائق يعني للطلبة للاستفسار والمداخلة مع يعني ضيفتنا اليوم أستاذة هلا. حقيقة أصبح كما أنا قلت يعني سابقا في بداية المحاضرة، أصبحت هذه المنصة يعني كغرفة الأخبار أو غرفة استوديو يعني لقناة عربية، ويعني كأنما نشاهد ونستمع إلى القنوات العربية. كانت التدريب والوقاية يعني معيارية يعني 100% يعني ممتازة جدا جدا. إذا أي واحد يعني يريد أن يستفسر أو يداخل أو يؤكد يعني نرحب بكم، إلا أن ندخل مباشرة إلى يعني المحاضرة الثانية. يمكنكم إيقاف الشاشة لو سمحت. نعم، أي واحد يريد أن يستفسر؟ يعني هناك يعني كثير من الأمور أنا لابد كان في ذهني أن أناقش معكم. إن شاء الله أنا بس يعني أقدم مقترح يعني متواضع إلى سعادتك، يعني حيث يكون هناك يعني استمرار لهذا التعاون العلمي والتبادل المعرفي يعني بيننا وبينكم بإذن الله تعالى في الأيام القادمة، وحتى تكون هناك جلسات متتالية بإذن الله تعالى. إن شاء الله أكيد بيشرفني دكتور صابر، وبيشرفني يعني يكون مع هذا العدد الكبير ما شاء الله من الموجودين. إن شاء الله أكون كنت خفيفة ظل عليهم وقدرت أقدم لهم معلومات، وأكيد في تعاون إن شاء الله مستقبلا بيناتنا ربما بمواضيع. تكون يعني المحاضرة القادمة حول يعني الإعلام يعني في ساحة المعارك. كمان فعلا انا كنت حابه احكي عن هذا الجانب باذن الله، بس هيك اقعد حضر له شوي واكيد نعمل احلى إن هيك شاء الله. جلسه ممتازه بتكون. شكرا جزيلا، ويعني نسجل لكم كل الشكر والتقدير والامتنان، ونلتقي بكم قريبا بإذن الله تعالى. بارك الله فيكم. ان شاء الله، شكرا جزيلا، السلام عليكم. وعليكم السلام. اذا